مرحبا بك سي احمد بوكساس، المدرب المساعد لفريق الاتحاد الرياضي عمل تيزنيت لكرة القدم على موقع تيزنيت 24. سي احمد بوكساس، اذا كان ممكن تقربنا وتقرب وتوضع الجماهير التيزنيتية في الصورة الحالية لنادي الاتحاد الرياضي عمل تيزنيت لكرة القدم استعدادا للموسم الرياضي الحالي. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى شكرا لموقع تيزنيت 24 على الاستضافة. فيما يخص فريق أمل تيزنيت، كما يعرف الجميع بأن فريق أمل تيزنيت التغيير بواحد النسبة اللي هي 90%، يعني مجموعة من اللاعبين اللي كانوا الركيزة السنة الماضية التحقوا بفرق أخرى، نتمنى لهم التوفيق. إذا نحن يعني بحال قلت بدينا من جديد، الحمد لله الإطار المحلي وكذلك الإطار الوطني اللي هو السي علي دوفقير جاء وجمع التجربة ديالو، ومكتب موسيقي حتى هو استدعى مجموعة من اللاعبين خارج الديار التيزنيتية. احنا تقريبا منذ شهر وحنا في مقابلات تجريبية وكذلك في التدريب، يعني مجموعة من اللاعبين ما يقارب تقريبا 68 لاعب اللي تم التدريب ديالهم. الحمد لله وقفنا على مجموعة من اللاعبين تقريبا 24 لاعب. كاينة صعوبة في التوليفة ديال هاد اللاعبين، ولكن حنا راه خدامين باش اننا نوجدوا التوليفة اللي غادي تكون فريق يعني ينافس من اجل ورقة الصعود، وكذلك احتلال المراتب الاولى وتفادي النزول الى القسم الوطني الثاني. كل هذه المعطيات غادي نحاولوا اننا نشتغل عليها في الاسابيع القليله القادمه قبل انطلاق البطوله، فالوقت يداهمنا. هذه رساله توجهها للجماهير، انها ترجع للتشجيع الفريق ديالها، الفريق امل تيزنيت اللي هذه السنه تظن بان غتكون فتره صعيبه كما قلت في الاول بان التجربه البشريه تغيرت 90%، ولكن حنا راه تنحاولوا جاهدين اننا نبقاو في النهج ديالنا ديال السنوات الماضيه، يعني المراكز الاولى والمنافسه على ورقه الصعود. وما علينا نشكر جميع الناس اللي تيبغيو هذا الفريق وتيضحيو بالغالي والنفيس، وكذلك دعوه للجمهور انه يرجع يشجع الفريق. وشكرا مره. السي احمد بوكساس، قبل ما نودعوك في ضوء هذه المعطيات اللي اعطيتي لنا حاليا، نظرتك التقنيه كمساعد مدرب فريق امل تيزنيت، شنو هما الرهانات اللي يمكن يراهن عليهم فريق امل تيزنيت في الموسم الرياضي الحالي في ظل الوضعيه الحاليه؟ فصراحه يعني كان بان هذه السنه ما غاديش تكون بحال السنه الماضيه. السنه الماضيه كان فريق قوي، فريق